السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. ان شاء الله معانا النهارده صيانه جديده في كارت شاشه من انفيديا ار تي اكس 3060 فيرجن تي اي، والشركه المصنعه هي شركه زوتك. العميل بيقول او شكوى العميل بتقول ان الكارت بيجيب ارتفاكتس او خطوط اثناء عمليه التشغيل، وطبعا معظم الناس اللي شغاله في صيانه كروت الشاشات عارفه ان بنسبه كبيره جدا المشكله دي بتكون بسبب الفيرام. طبعا احنا هنبتدي دلوقتي ان احنا نشخص العطل بتاعنا ونحدد المشكله في الكارت بتاعنا. فهنبتدي ان احنا نشغل الكارت بتاعنا. زي ما احنا شايفين كده في اعلى الشاشه بدات مباشره الخطوط تظهر معايا، والعطل واضح وصريح وظهرت معايا في اكتر من جزء من الشاشه بتاعتنا، والعطل واضح فعلا في ارتفاكس او في خطوط في الشاشه. تمام، طيب خلينا نبتدي ان احنا نفصل المذر بورد. هوصل بس الفلاشه بتاعت الماتس والمودز عشان نبتدي نحدد الاعطال بتاعتنا، ولو كانت في الفي رام انهي رامه من الرامات هي اللي فيها مشكله. نبتدي ان احنا نشغل الكارت بتاعنا او البورد بتاعتنا مره ثانيه. نضغط اف 8 عشان البورد بتاعتي ايسوس عشان نبتدي عملية البوت بتاعتنا، وهنختار الفلاشة بتاعتنا. بدأ اللينكس يحمل معايا، طبعا بما ان السيريس بتاعتنا او الكارت بتاعنا هو من السيريس 3000 فهنختار الاختيار الاول. تمام، زي ما احنا شايفين انا عندي فيه نسختين ممكن اعمل عليهم اختبار الماتس. الرقم واحد هو كروت الار تي اكس 3000، ورقم اتنين هي كروت الار تي اكس 3000 تي اي. وبما ان احنا شغالين على فيرجن التي اي هنختار الاختيار رقم اتنين. طبعا في اختبارات كتير جدا ممكن ان احنا نعملها على الكارت، ولكن طالما الارتفاكت ظاهره معايا احنا مش هنحتاج ان احنا نشتغل على المودز، يكفي بس اختبار الماتس واقل عدد ميجا بايت من الرام اكيد اكيد هتظهر المشكله معايا. عشان كده هنبتدي ان احنا نختار الاختيار رقم واحد اللي هو هنعمل اختبار ببرنامج الماتس على 10 ميجا من الرامات بتاعتي. تمام، وبالتالي هنبتدي ان احنا نختار الاختيار رقم واحد. بدأت الخطوط تظهر معايا بشكل مباشر، هننتظر بس لما الاختبار بتاعنا يخلص عشان نشوف الريبورت. وزي ما احنا شايفين الاختبار بتاعنا انتهى، وطبعا في مشكلة عندي عشان كده هو اداني فيل. عشان نجيب الريبورت بتاع الماتس هنختار الاختيار رقم 14 اللي هو الريبورت الخاص بالماتس. وزي ما احنا شايفين يعني تقريبا كل شرائح الرامات فيها مشكلة. عندي ال A0 فيها مشكلة، ال A1، ال B0، ال B1، ال C0، ال C1 وال D0. كل الشرايح الرامات تقريبا ما عدا الرامه الاخيره اللي هي الدي 1 دي تعتبر سليمه، ولكن باقي الرامات كلها فيها مشكله. يعني بصراحه انا مش مقتنع بنتائج الاختبار ده، عشان كده هنبتدي ان احنا نفك الكارت بتاعنا وناخد بعض القياسات. تمام، طيب دلوقتي احنا فكينا الكارت بتاعنا، خلونا كده ناخد الممانعات بتاعتنا على السريع. وطبعا الكارت بتاعنا سهل جدا، يعني عندي الكويل ده خاص بال 12 فولت اللي بيجي من الكونكتور الباور، عندي الكويلين دول خاصين بالرامات، الكويلات دي كلها خاصين بالكور نفسها، عندي هنا الكويل ده خاص بالواحد وتمانية من عشرة، والكويل ده خاص بالبيكس. تمام، بما ان الكارت بتاعنا شغال هنبتدي ان احنا ناخد الممانعات بتاعتنا، ممكن نلاقي ممانعه فيها مشكله، وبالتالي ده يكون بدايه الخط بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، لان بصراحه انا مش مقتنع زي ما قلت قبل كده بالتقرير الخاص بالماتس، لان مش ده صوره التقرير اللي بتظهر معانا لما تكون الرامات نفسها فيها مشكله. تمام، طيب خلونا نبتدي ان احنا ناخد ال 12 فولت
ال 12 فولت الممانعة بتاعتنا بالكيلو اوم ممانعة سليمة، عندي هنا الواحد وثمانية من عشرة، والواحد وثمانية من عشرة واحد وسبعة من عشرة اوم، يعني القيمة دي اعتقد انها شورت او في مشكلة في الريل ده، لان الممانعة على خطوط الواحد وثمانية من عشرة في الكرود دي على ما اتذكر ان هي المفروض تكون بالكيلو اوم. على اي حال خلينا نكمل بقية الممانعات بتاعتنا. عندي الكويل ده والكويل ده خاصين بالفيرام، وطبعا برضو بيروحوا معايا للميموري كنترولر كمان. انا عندي هنا ممانعة منخفضة جدا جدا على الكويلات الخاصة بالفيرام اللي هي نص اوم، ودي ممانعة غير مقبولة على الاطلاق. خلونا نشوف ممانعات الكورز نفسها، يعني ممانعة الكور نفسها بالنسبة لنا في الوقت الحالي ما فيهاش أي مشكلة، واحد من عشرة أم، ودي قيمة طبيعية بالنسبة للكورز الخاصة بالجي بي يو. ولكن أنا في عندي ممانعتين دلوقتي فيهم مشكلة، خلونا برضو ناخد آخر ممانعة اللي هي ممانعة البيكس. إحنا لسه ما خدناش قيمة الممانعة دي، ثمانية واتنين من عشرة أم، ودي قيمة طبيعية جدا بالنسبة لخطوط أو ممانعة الريل الخاص بالبي سي أي إكسبريس. يبقى احنا دلوقتي عندنا مشكلة في ممانعتين على الكارت. الممانعة الأولى هي ممانعة الفيرام عن طريق الكويلين دول، وكمان الممانعة الثانية الواحد وثمانية من عشرة، القيمة دي بالنسبة لي يعني غير منطقية نهائيا. تمام، طيب الفيرام عندي هنا بيتم تغذية الفيرام أو الكويلات دي بتبتدي إن هي تغذي معايا الرامات نفسها، وكمان الميموري كنترولر اللي داخل الجي بي. تمام، عندي كمان الواحد وثمانية من عشرة ده بالنسبة لي برضو جزء من الجهد ده بيبتدي ان هو يروح على الجي بي يو، وكمان جزء من الجهد ده بيروح معايا على الفيرام اللي هو الفولت بتاع البامب الخاص بالفيرام، وبالتالي ممكن تكون مشكلة معايا في الفيرام، وكمان ممكن تكون مشكلة معايا في الجي بي يو. طبعا في حالة الجي بي يو نفسه لو في مشكلة، يعني في الحالة دي احنا بنرفض صيانة الكارت نفسه، وبالتالي احنا هنشتغل دلوقتي على تحديد الممانعة المنخفضة دي جاية لي سواء كانت جاية من الفيرام. هنحدد دلوقتي لو الممانعة دي جاية لي من الفيرام او من الجي بي، وبالتالي احنا ممكن نشتغل بطريقة حقن الفولت عشان نشوف تحت الكاميرا الحرارية هل الجي بي هو اللي بيسخن معايا ولا في رامة من الرامات او كل الرامات فيها مشكلة بالنسبة لنا. تمام، طيب دلوقتي انا نظفت الكريستال الخاصة بالجي بي عشان لو في اي حرارة تظهر معايا على الكاميرا الحرارية، كمان مجهز الباور سبلاي عندي اللي انا هحن بيه الفولت، وانا اخترت الريل اللي هو الخاص بالواحد وثمانية من عشرة هحن على الكويل ده لان هو الاعلى في الفولتية، وبالتالي ده ممكن يظهر معايا على الكاميرا الحرارية بشكل اسرع. تمام، هنبتدي دلوقتي ان احنا نوصل جراوند الباور سبلاي، وهبتدي ان انا احقن بالطرف الاحمر على كويل الواحد وثمانية من عشرة فولت. انا مظبط دلوقتي الباور سبلاي بتاعي على الواحد وثمانية من عشرة فولت، ده طبعا مفيش فيه اي مشكلة، و خلونا كده نحقن فولت ونشوف الباور سبلاي هيوصل لكام معايا. يعني الباور سبلاي تقريبا وصل معايا لحوالي 900 ملي امبير. تمام، طيب خلونا كده نشوف رأي الكاميرا الحرارية في الموضوع ده، ومباشرة ظهر الموضوع معايا واعتقد ان في رمتين من الرامات هما اللي بيسخنوا معايا. طبعا انا مش هحاول ان انا اوضح لك الرامات نفسها تحت الكاميرا الحرارية، ولكن بصورة سريعة لأن طبعا أنا بحقن بإيد وماسك الكاميرا الحرارية بالإيد التانية. يعني أعتقد الرامة دي، خلونا كده نعلم على الرامة دي، وخلونا نحقن الفولت بتاعنا مرة تانية عشان نتأكد بس من الرامة التانية، وأعتقد ان دي الرامة برضو التانية اللي فيها مشكلة. يبقى دلوقتي لما احنا حقنا فولت على خط الواحد وثمانية من عشرة بدأت تظهر معايا حرارة على الرامتين دول، الرامة دي وكمان عندي الرامة دي. خلونا بعيدا عن الكاميرا نرفع الرامات دي على البري هيتر وناخد قيم الممانعات بتاعتنا سواء الخاصة بالواحد وثمانية من عشرة او ممانعات الرامات نفسها، ونشوف هل الممانعات دي رجعت لي الايام الطبيعيه ولا لسه في مشكله عندي. وطبعا لو فاضل في اي مشكله عندي تانية بعيدا عن الرامات غالبا بنسبه كبيره جدا هتكون في الجي بي يو، وفي الحاله دي طبعا احنا هنرفض نكمل صيانه الكارت. تمام، طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا رفعنا الرامتين اللي كانوا بيسخنوا معايا على الكاميرا الحراريه.
خلونا دلوقتي نبتدي بقى ناخد قيمة الممانعة بتاعتنا مرة تانية، وطبعا هناخدها على خط الواحد وثمانية من عشرة مرة، والكويلين الخاصين بالفي رام مرة تانية. تمام، دلوقتي انا ركبت البروب الخاص بالجراوند بتاع الافوميتر في المنطقة دي او في اي جراوند في المذر بورد، وممانعة الواحد وثمانية من عشرة الحمد لله رجعت للأيام الطبيعية بتاعتها اللي هي بالكيلو اوم. تمام، ناخد بقى ممانعة الكويلات الخاصة بالرامات 9.1. القيمة دي قليلة شوية، ولكن طبعا الكلام ده زي ما قلنا قبل كده متفهم، لأن المذر بورد أو الجي بي يو لسه في درجة حرارة عالية، والكلام ده بيؤدي لأن الممانعة بتاعتك لما بتيجي تاخد القياس بتاعها بتبقى القيمة أقل من القيمة الطبيعية. ودلوقتي بعد ما اتأكدنا من إن الرامات نفسها هي اللي فيها مشكلة، الخطوة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى هنستبدل الرامتين دول برامات تانية جديدة، عشان كده أنا معايا رامات تانية موجودة جديدة، طبعا هنركبها برضو بعيدا عن الكاميرا على البري هيتر، وبعد كده نبتدي إن إحنا ناخد أيام الممانعات مرة أخيرة، ولو لقينا إن أيام الممانعات سليمة معايا من غير أي مشاكل نبتدي إن إحنا نركب الكارت بتاعنا على المذر بورد ونبتدي نجرب ونعمل التستات أو الاختبارات بتاعتنا على الكارت. تمام. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين كده احنا غيرنا الرامتين اللي كان فيهم مشكلة، اللي هي الرامة دي والرامة دي، وطبعا الرامات دي كانت مستعملة مش جديدة، عشان كده نلاحظ ان اللون بتاعها يعني مايل للبني. الكلام ده بسبب درجات الحرارة اثناء الفك والتركيب اكتر من مرة، لان زي ما قلنا قبل كده انا شاريها مستعملة مش جديدة، ولكن على اي حال احنا اللي يهمنا ان الرامات تكون شغالة. تمام، طيب خلونا ناخد الممانعات بتاعتنا مرة تانية، الواحد وثمانية من عشرة بالكيلو اوم، وممانعة الفيرام نفسها او اللي بيتسمى معايا في الاسكيماتيك او البورد فيو الاف بي في دي دي 9.7 اوم، وطبعا قيمة الممانعة دي هتفضل تعلى معايا لحد ما توصل للايام الطبيعية. اعتقد ان الرامات دي بالنسبة لي قيمة الممانعة الطبيعية بتاعتها تقريبا في حدود ال 20 اوم. تمام، هنبتدي دلوقتي قبل ما نقفل الكارت بتاعنا او نحط حتى السنك، نبتدي ان احنا نجرب الكارت ونشوف هيجيب صوره ولا لا، ولو جاب صوره بدون الارتفاكس او الخطوط دي هنبتدي ان احنا نقفل الكارت بتاعنا تقفيل كامل ونبتدي الاختبارات بتاعتنا. تمام، طيب خلينا نجرب الكارت دلوقتي قبل ما نقفل التقفيل النهائي. دلوقتي انا شغلت المذر بورد وفي صورة على الشاشة، لكن للأسف للأسف برضو الخطوط موجودة معي. تمام، طيب هنبتدي ان احنا نقفل الكارت في السنك عشان نعيد الاختبار بتاعنا على الماتس مرة تانية. طيب بعد ما قفلنا الكارت بتاعنا خلونا كده نشغل المذر بورد بتاعتنا باور ونعمل اختبار الماتس مرة تانية. هنختار طبعا الاختيار رقم واحد، وهنختار هنا الاختيار رقم اتنين، نعمل اختبار الماتس مرة تانية او الاختبار رقم واحد. طبعا احنا ملاحظين يعني شكل الخطوط اتغير، يعني في تحسن معايا في الوضع، ولكن برضو ما زالت الخطوط موجودة. الاختبار برضو فشل معايا. نختار الاختيار رقم 14 عشان نشوف تقرير الماتس. وزي ما احنا شايفين كده نفس الوضع السابق، ولكن ملاحظين ان القناه A0 وB0 ما فيهمش اي مشاكل، والمشاكل موجوده معايا في A1 والB1 والC0 والC1 والD0. تمام، انا جاي انزل تحت شويه بس نشوف البتات اللي فيها مشاكل. عندي بالنسبه لي A0 A0 ما فيهاش مشكله،
ولكن عندي برضو في الفورنج بيتس الاي 0 63 والبي 0 48 البي 0 49، ويبدو ليا دلوقتي ان الريبورت ده منطقي شوية عن الريبورت اللي قبل كده. دي طبعا كل البتات اللي فيها مشاكل بالتفصيل. طيب خلونا دلوقتي نبتدي ان احنا نفصل الجهاز بتاعنا ونفك الكارت بتاعنا مرة تانية. طيب بالنسبة لطريقة العد بتاعتنا، طبعا هنا بالنسبة لي ال A1 A0 B1 B0 دي C1 C0 D1 D0 تمام. طيب بالنسبة بقى للريبورت بتاعنا، الريبورت بتاعنا كان بيقول ان انا عندي ال A0 كانت سليمة، طبعا ده الريبورت التاني، ودي طبعا الرامة اللي احنا غيرناها. كمان عندي هنا البي 0 برضو كانت سليمة معايا. الكلام ده معناه ان الرامتين دول اللي احنا غيرناهم ما فهمش اي مشاكل، ولكن المشاكل عندي كانت في ال A1 وعندي كانت ال B1 وكمان عندي ال C1 وال C0 والدي زيرو اللي هي موجودة هنا. يبقى دلوقتي الرامة دي فيها مشكلة، او خلونا كده نعلم على الرامات اللي فيها مشكلة. الريبورت بتاعي قايل ان ال A1 فيها مشكلة اللي هي بالنسبة لي دي، كمان كان عندي ال B1 برضو كان فيها مشكلة اللي هي دي، وعندي بعد كده ال C0 وال C1 الاتنين برضو كان فيهم مشاكل اللي هي دي والقناة دي، واخيرا اخر رامه معايا الدي 0 كان فيها مشكله اللي هي الرامه اللي موجوده عندي هنا. يبقى احنا دلوقتي هنغير يعتبر او هنشتغل على كامل رامات الكارت ما عدا الرامه دي. الرامه دي سليمه معايا، طبعا احنا غيرنا قبل كده او مسبقا الرامتين دول، وبعد كده هنبتدي ان احنا نغير الرامه دي اللي هي ال A1، وعندي هنا ال B1 وال C1 وال C0 والرامة الأخيرة معايا اللي هي الدي زيرو. يبقى كل رامات الكارت هتتغير بشكل كامل ما عدا الرامة اللي هي الدي وان، وبالتالي الخطوة اللي بعد كده هنبتدي إن احنا نغير الرامة دي والرامة دي والرامة دي والرامة دي والرامة دي، وبعد كده إن شاء الله نشوف الريبورت، ونتمنى إن تكون مشكلة الكارت أو تتحل مشكلة الكارت معايا بتغيير باقي الرامات تمام. طيب دلوقتي زي ما احنا شايفين احنا رفعنا كل الرامات اللي كانت مدية ايرور على الريبورت الخاص بالماتس، الرامة دي والرامة دي والرامة دي والرامة دي والرامة دي، وطبعا الرامتين دول احنا غيرناهم مسبقا، ما عادش فاضل معايا من رامات الكارت الاساسية غير الرامة دي، وعشان كده احنا معانا رامات تانية هنبتدي ان احنا نركبها برضو بعيدا عن الكاميرا، عشان انا ما بقدرش اصور وانا شغال على البريهيتر، وفي نفس الوقت برضه عشان نقصر وقت الفيديو. خلينا كده نركب الرامات دي ونشوف المشكلة بتاعتنا هتنتهي ولا لا تمام. طيب دلوقتي بعد ما غيرنا كامل الرامات ما عدا الرامة دي، هي الرامة دي بس الاوريجينال بتاعت الكارت، خلونا كده ناخد قيمة الممانعات مرة تانية. 1.8 بالكيلو اوم، الملفات الخاصة بالرامات 18، أو أنا بس نثبت الجروب كويس، تسعتاشر ونص أوم، وصراحة هي دي قيمة الممانعة اللي احنا محتاجينها تمام. هنبتدي ان احنا نقفل الكارت برضو، ولكن مش تقفيل كامل، ونحط الكارت على المذر بورد ونرجع نعمل الاختبارات بتاعتنا مرة تانية تمام. طيب دلوقتي بعد ما قفلنا الكارت تقريبا للمرة التالتة، خلونا كده نشغل المذر بورد مرة تانية ونعيد الاختبارات بتاعتنا. البورد دلوقتي اشتغلت معايا، انتظر بس ظهور الداتا على الشاشة. ظهرت الداتا، ولكن للأسف برضو موجودة الارتفاكتس موجودة معايا. الكلام ده معناه ان انا لسه في عندي مشكلة. طيب خلونا كده نعمل الاختبارات بتاعتنا مرة كمان. هنختار طبعا الاختيار رقم 2 واختيار رقم 1 عشان نشوف تقرير او الريبورت الخاص بالماتس. وللأسف الاختبار فشل معايا، ولكن احنا اللي يهمنا في الوقت الحالي الريبورت.
نضغط على اختيار رقم 14، وزي ما احنا شايفين يعني تقريبا كل المشاكل بتاعة الرامات كلها اتحلت ما عدا السي 1، واعتقد ان الرامة نفسها هي اللي ممكن تكون فيها مشكلة، لان زي ما قلنا قبل كده الرامات دي جاية مستعملة او ممكن يكون في خطأ في التركيب. تمام، فاذا انا دلوقتي معايا الرامة السي 1. تمام، طيب خلونا كده نشوف حالة ال NVMe عشان نتأكد. ال NVMe عندنا موجود اللي هو الريبورت بتاعنا، خلونا نعمل الاختبار الاول بقى كده نرجع لريبورت ال NVMe. NVMe اختيار رقم 13، ودلوقتي نشوف الريبورت الخاص بال NVMe اختيار رقم 16. ننزل بس تحت شوية كده، و حالة البنات كلها سليمة تحت الرامات. ولكن أنا عندي هنا السي 1 فعلا هي اللي فيها مشكلة، ولكن بقية الرامات كلها الحالة بتاعتها سليمة بدون أي مشاكل. ممكن يكون في فصل في البنات، خطأ في عملية لحام الرامة، ممكن تكون الرامة نفسها فيها مشكلة، ولكن على أي حال أنا هستبدل الرامة بشكل كامل. خلينا نفصل دلوقتي الجهاز بتاعنا ونغير الرامة، طبعا هنعمل الكلام ده بعيدا عن الكاميرا عشان وقت الفيديو، ونرجع نعمل الاختبار بتاعنا بعد كده مرة تانية. طيب بعد ما غيرنا السي 1 خلونا نبتدي نشغل المذر بورد بتاعتنا مرة تانية ونشوف نتائج الاختبار. في صورة على الشاشة ولكن للأسف الخطوط برضو ما زالت موجودة معايا. على اي حال خلونا برضو نكمل الاختبارات بتاعتنا. هنختار الاختيار رقم 2 وهنكتفي ب10 ميجا بس اللي هو الاختبار رقم 1. طبعا الخطوط ظهرت معايا بشكل واضح وصريح. احنا تقريبا غيرنا رامات الكارت كلها ما عدا الدي 1، هي دي الوحيدة الاصلية بتاعة الكارت نفسه الأصلية دي اللي مغيرناهاش، ولكن باقي الرامات كلها غيرناها. على أي حال خلونا ننتظر بس نتائج اختبار الماتس. شوف الريبورت الخاص بالماتس، و الريبورت الخاص بالماتس قال إن الرامات كلها سليمة ما عدا الدي 1، ولكن برضو الموضوع غريب بالنسبة لي لأن أنا الدي 1 في كل الاختبارات اللي فاتت المفروض إن الرامة دي سليمة مفيهاش أي مشكلة، ولكن زي ما احنا شايفين دلوقتي الدي 1 هي اللي فيها مشكلة. الحمد لله كامل الرامات شغالة بدون مشاكل، والدي 1 بس هي اللي فيها مشكلة معايا. على أي حال خلونا ندي الكارت ده كمان فرصة، يمكن إن شاء الله بإذن الله يشتغل معايا. هنضغط على كنترول إكس عشان نخرج، وهنختار الاختيار رقم 0 عشان نفصل المذر بورد. خلونا نغير الرامة اللي هي الدي 1 بعيدا عن الكاميرا ونرجع ان شاء الله باذن الله نجرب مرة تانية مع بعض. طيب بعيدا عن الكاميرا غيرنا اخر رامة معانا اللي هي الدي 1، خلونا كده نشغل المذر بورد ونشوف النتيجة. والحمد لله البداية مبشرة، مفيش خطوط ظهرت معايا، ولكن برضو خلونا نعمل الاختبار بتاعنا. وهنختبر 10 ميجا من الرامات. الحمد لله لحد دلوقتي مفيش اي ارتفاكتس او اي خطوط ظهرت معايا. واخيرا الحمد لله النتيجة بتاعتنا ان الكارت الحمد لله عدى الاختبار بتاعنا بنجاح. خلونا كده نتأكد من الكلام ده من الاختبار نفسه او الريبورت نفسه،
زي ما احنا شايفين الحمد لله مفيش اي ايرورز عندي على كل الرامات اللي موجودة معايا على الكارت. خلونا نخرج من الريبورت بتاعنا ونعمل 20 ميجا المرة دي من اختبار الرامات، وانا اعتقد برضو ان شاء الله باذن الله الاختبار هيعدي معايا بنجاح، ولكن برضو ننتظر نتيجة الاختبار. وبرضو زي ما احنا شايفين الحمد لله الاختبار عدى معايا بنجاح. كده بقى طبعا هنبتدي ان احنا نقفل الكارت تقفيل كامل، وطبعا هنحط السيرمال بيست بالنسبه لكروت الشاشات، هنحط ال ام اكس 4 ونقفل الكارت تقفيل كامل، ونتاكد من السيرمال باد ونتاكد من كل عناصر التبريد، وبعد كده نفتح الكارت على الويندوز عشان نشوف النتيجه النهائيه. تمام. طيب دلوقتي بعد ما اختبرنا الكارت بتاعنا بالماتس والحمد لله نتيجه الاختبار عدت بنجاح، فانا دلوقتي نبدا في اختبار الكارت على ويندوز او داخل ويندوز، ونبتدي طبعا بديفايس مانجر اول حاجه. طبعا انا بسجل على الجهاز نفسه عشان مشكله اللي جيته عندي، يعني انا بسجل على نفس الجهاز اللي بعمل عليه الاختبار. هنشوف التعريفات، والتعريفات شغاله معايا بدون اي مشاكل. ودلوقتي هنبتدي نفتح الجي بي يو زد ونعمل بعض الاختبارات البسيطة كده، ولكن طبعا بعيدا عن الكاميرا هنبتدي ان احنا نعمل اختبارات بتاعتنا كاملة. تمام. زي ما احنا شايفين ادي الكارت الموديل مقري تمام، البايوس تمام، والرامات مساحتها تمام، ونوعها كمان سامسونج. عندي هنا جي بي كلوك وكمان الكلوك الخاص بالميموري. هندخل على السنسورات، درجة الحرارة طبعا طبيعية جدا لأن طبعا احنا في حالة الأيدل. وعندي بالنسبة لي الباور سورس فولتج عندي هنا 12 فولت، والبي سي اي اكسبريس كمان ال 12 فولت بتاعته سليمة. فكده يعني الحمد لله السنسورات كلها سليمة مفيش أي مشكلة فيها. فانا دلوقتي نعمل ضغط بسيط بالفورمارك. الفورمارك طبعا معروف ان هو بيرفع درجات حرارة الجي بي يو بسرعة كبيرة جدا. دلوقتي ده التردد الخاص بالجي بي يو، وده التردد الخاص بالفيرام، والحمد لله عند اللحظة اللي احنا فيها يعني نتائج الاختبار الحمد لله مبشرة. عندي هنا دلوقتي تقريبا في حدود 160 فريم بير سكند، واعتقد كده الحمد لله ان المشكله بتاعتنا انتهت بشكل كامل. وطبعا بعيدا عن الكاميرا زي ما قلنا قبل كده هنختبر او هنعمل ستريس ببرامج اكتر من الفورمارك عشان نتاكد من استقرار اداء الكارت بتاعنا. وطبعا كده يبقى احنا غيرنا كامل الرامات، غيرنا 8 رامات الخاصين بالكارت بتاعنا، وكمان غيرنا رام مرتين، فاجمالي او توتال الرامات اللي اتغيرت معايا هي 9 شرايح للرامات. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ويا ريت ما ننساش أهلنا في غزة من الدعاء.